إذن مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على هذا النقل المباشر الآخر مباشرة من مدينة بن سليمان. شوفوا معايا المشاهد الصادمة، الزبال مرمية أمام أبواب السكان في غياب تام للمسؤول عن هذا الكارثة، كارثة الأزبال. العديد من الأزقة ومن الأماكن كتلقى فيها هاد الأزبال المرمية بهاد الشكل، في منظر غريب وفي منظر صعب التقبل ديالو، لأن هاد المكان فهو بالقرب أو مجاور للشارع الرئيسي بالحي الحسني. روائح كريهة تنبعث أيضا من هاد المكان القريب جدا من أبواب الساكنة ومن نوافذ السكان، فمن العيب والعار أو نشوفوا بحال هاد الأشياء اللي ما كتزيد حتى شي إضافة، بالعكس سوى كتسيء للمدينة وتسيء للجمالية ديال المدينة. الصورة واضحة أمامكم، جميع أنواع الأزبال موجودة في هذا المكان في غياب تام للمسؤول عن هذا المهازل اللي ولنا كنشوفوها في العديد من الأزقة والعديد من الأحياء في مدينة بن سليمان. نتمنوا الرسالة توصل، ما نبقاوش نشوفوا بحال هذه الأشكال، ما نبقاوش نشوفوا بحال هذه الأزبال المرمية في هذه الأماكن أمام السكان. شوفوا معايا شحال ديال الفرق ما بين هذا المكان وما بين أبواب السكان وما بين الشارع الرئيسي، يعني امطار قليله جدا باش بعيده من المكان اللي مرميه فيه هاد الازبال. ايضا روائح كريهه كتنبعث من هاد المكان، فالصراحه بحال هاد الامور ما خصناش نبقاو نشوفوها، خصوصا حنا في 2023 نبقاو نشوفوا بحال هاد الازبال مرميه في اماكن عديده في هذه المدينه. نتمنى ان شاء الله رساله توصل وما نبقاوش نشوفوا بحال هذه الاشياء ديال الازبال. مع العلم ان الشركه المسؤوله عندها خاصها دير الدور ديالها اللي هو النظافه في جميع الازقه وجميع الشوارع المدينه، لكن للاسف كيف ما كتتبعوا معايا فالعديد من الأزقة والعديد من شوارع المدينة كتلقى فيها الأزبال مرمية بهذه الطريقة في منظر غريب وصعب التقبل ديالو، لأن هذه الأماكن كيمروا منها الوليدات الأطفال الصغار العائلات. نبقاو نشوفوا بحال هذه الأشكال، فغريب جدا صراحة، غريب وغريب. إذا الصورة واضحة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. صراحة بحال هاد المشاهد كتضر في النفس، قلتها وغنعاود نكررها. نتمناو الخير، نتمناو ما نبقاوش نشوفوا بحال هاد الأشياء اللي كتسيء السمعة ديال المدن ديالنا، كتسيء السمعة ديال الوطن ديالنا الجميل. العديد من الأزقة قلتها وغنعاود نقولها، العديد من الأزقة ومن الشوارع كتعاني من هذه المشاكل، الأزبال كتلقاها مرمية أمام أبواب السكان وأمام شوارع المدينة، فمتمنياتي ما نبقاش نشوف بحال هذه الأشياء. إذا الصورة واضحة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شعب قناة شوف تي في، فما بقى لي إلا نودعكم، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. نهاية أسبوع موفقة إن شاء الله لكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شعب قناة شوف تي في، إلى اللقاء. Thank you.